السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في موضوع تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية، الجزء الخامس، أكسدة حمض بيروفيك ودورة كريبس. إذا أشرنا في فيديو سابق أن جزيئات الجلوكوز على مستوى الجبل الشفافة تختلي انحلال ينتج عن ذلك جزيئات حمض بيروفيك. إذا حمض بيروفيك عبارة عن مركب ثلاثي الكربون. هذا الأخير يتمكن من الدخول داخل الميتوكوندري. فعلا ربما اتضح لكم ذلك، الغشاء الخارجي للميتوكوندري، الغشاء الداخلي للميتوكوندري، الحيز بغشائي، ثم الفضاء الداخلي للميتوكوندري وهو الماتريس. إذا جزيئة حمض بيروفيك مباشرة عند دخولها داخل الميتوكوندري على مستوى الماتريس تختلي مجموعة من التفاعلات تشكل لنا ما نسميه بأكسدة حمض بيروفيك. إذا ما هي هذه التفاعلات؟ إذا فعلا تتفاعل مع الكونزيم A، بالإضافة إلى ذلك تخضع لإزالة الكربون وإزالة الهيدروجين. ينتج عن ذلك تشكل جزيئات CO2 بالإضافة لتشكل جزيئات NADH. إذا بطبيعة الحال إزالة الهيدروجين فتم بفضل ربما ستلاحظون معي ذلك. إذا فعلا عند إزالة الهيدروجين يتم تقبل الإلكترونات والبروتونات من طرف جزيئة ناقلة للهيدروجين وهي NADH+. نعم فعلا نتج عن ذلك كما أشرت بطبيعة الحال تشكل جزيئات NADH بالإضافة إلى تشكل جزيئات CO2 وبطبيعة الحال مركب الأسيتيل كونزيم A. هذا الأخير سيدخل مباشرة في سلسلة من التفاعلات تشكل لنا دورة كريبس، وأول مرحلة من دورة كريبس وهو تفاعل أسيتيل كونزيم A مع مركب رباعي الكربون وهو لوكسالو أسيتات. ينتج عن ذلك كما سنلاحظ مركب سداسي الكربون وهو السيترات. هذا الأخير سيخضع لإزالة الكربون وإزالة الهيدروجين. فعلا ينتج عن ذلك جزيئات ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى جزيئات NADH. إذا دائما عند إزالة الهيدروجين يتم تقبل الإلكترونات والبروتونات من طرف جزيئة ناقلة للهيدروجين وهي NAD+ كما ربما لاحظتم معي ذلك. إذا حصلنا على مركب خماسي الكربون. هذا الأخير سيخضع مرة أخرى لإزالة الكربون وإزالة الهيدروجين. سنحصل نتيجة لذلك على جزيئة ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى جزيئة أخرى من NADH. لكن سنلاحظ كذلك أن هناك تشكل جزيئات ATP انطلاقا من ADP، لكن ما هو مصدر مجموعة الفوسفاتية؟ إذا فعلا نلاحظ أن المركب GDP سوف يكتسب مجموعة فوسفاتية ليشكل لنا مركب GTP وهو جروب تريفوسفات. هذا المركب GTP سيمنح مجموعة فوسفاتية لADP، الشيء الذي يسمح بتشكل جزيئات ATP. فعلا تشكل نتيجة لذلك جزيئات ATP. مرة أخرى نلاحظ أن هناك إزالة للهيدروجين، ولكن في هذه الحالة يتم تقبل الإلكترونات والبروتونات من طرف جزيئة ناقلة للهيدروجين، ولكن في هذه الحالة هي FAD. فعلا يتشكل نتيجة لذلك جزيئات FADH. مرة أخرى إزالة الهيدروجين، تقبل الإلكترونات والبروتونات من طرف NAD+ وتشكل جزيئات NADH. نعم دائما لدينا مركب رباعي الكربون وهو بطبيعة الحال المحطة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة من دورة كريبس بطبيعة الحال وهو لوكسالو أسيتات. إذا الحصيلة الطاقية بالنسبة لجزيئات حمض بيروفيك واحدة، إذا بالنسبة لأكسدة حمض بيروفيك كانت الحاصلة وهي جزيئة واحدة من NADH، أما بالنسبة لتفاعلات دورة كريبس فالنتيجة أو الحصيلة الطاقية 3NADH 1FADH2 ثم جزيئة واحدة من ATP. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.